أكد سعادة السيد علي بن محمد الرماحي وزير شؤون الإعلام رئيس مجلس أمناء معهد البحرين للتنمية السياسية أن ما تبذله المملكة العربية السعودية الشقيقة من جهود عظيمة لإنجاح موسم الحج عاما تلو الآخر يعد قصة نجاح استثنائية تفتخر بها الأمتان العربية والإسلامية، ويقف لها العالم إجلالا وإعجابا بضخامة الإنجاز ودقة التخطيط والتنفيذ. وقال الوزير الرماحي في تصريح لصحيفة الشرق الأوسط أن السعودية تولي عناية خاصة بالأماكن المقدسة وتسخر جهودها الرسمية وطاقاتها البشرية كافة لكل ما من شأنه تذليل كل الصعاب والعقبات أمام الحجاج والمعتمرين، مشيدا بالخدمات العظيمة التي تقدمها السعودية لرعاية ضيوف الرحمن وتأمين أداء مناسكهم في راحة وطمأنينة ويسر، متمنيا كل التوفيق والسداد لحكومة خادم الحرمين الشريفين في سعيها الدؤوب لإنجاح موسم حج هذا العام. وحول منع النظام القطري شعبه من أداء فريضة الحج، قال وزير شؤون الإعلام رئيس مجلس أمناء معهد البحرين للتنمية السياسية إن النظام القطري حريص على مشاركة فرقه الرياضية في السعودية أكثر من أداء شعبه لهذا الركن العظيم من أركان الإسلام، مشيرا إلى أن النظام القطري التزم بالمشاركة في عدد من البطولات الرياضية في جدة وأبوظبي والمنامة، واستخدم طائرات غير قطرية لنقل فرقه الرياضية، بينما يمنع على شعبه الذهاب لأداء فريضة الحج المقدسة، ويستخدم الخطوط الجوية القطرية كعذر واهن بهدف استكمال محاولاته المستنكرة في تسييس فريضة الحج المقدسة، مشددا على أن هذه الخطوة المفضوحة لم تعد تنطلي على الشعب القطري الشقيق الذي يعتز بإسلامه وعروبته وارتباطه الوثيق بالمملكة العربية السعودية الشقيقة.